معالي السفير تكلم عن ضرورة، لابد أن نفكر فيما بعد، وسعادة السفير تكلم عن ضرورة التعمير، وهذه مسؤولية بالأساس تقع على الشعوب العربية والإسلامية. وكذلك ينبغي أن نفكر في علاقتنا مع الآخر، مثل ما تفضل أستاذ الكاتب الكبير والشاعر سي محمد الأشعري. علاقتنا مع الغرب الآن تسائلنا، ولا أظن بأنه يمكن أن ننظر إلى الغرب كما كنا ننظر سابقا. يعني كنا نعتقد مثل ما قال وتفضل بأنه هناك قيم مشتركة عالمية، لكن نقف الآن على أن هناك قيم بين قوسين اختزالية، لا تطبق نفس القواعد على نفس الشعوب ولا في نفس السياقات. فإذا مرة أخرى أجدد الشكر على حسن رضا حسن ظنه بي، ولكن ربما إذا كان هناك من رسالة هو أنه جيد جدا أن نعبر عن تضامننا، ولكن أظن بأنه ينبغي أن نذهب أبعد من التضامن، هبة فكرية ومساءلة لأنفسنا وعلاقتنا بأنفسنا أولا وعلاقتنا بالآخر، وإلا سيكون أو سيكون هذا اللقاء يعني نوع من رفع العتب. نحن في لحظة مفصلية في العالم، لا أظن بأن العالم سيبقى كما كان بعد يعني طوفان الأقصى، وهذا يسائلنا. ومرة أخرى أجدد الشكر والتهنئة لمنتدى يعني المتوسط على هذه البادرة، وعلى الحضور الكريم الذين هبوا تعبيرا عن تضامنهم للشعب الفلسطيني البطل. شكرا لكم.